الخبرة تسربت وتنشرت هو الضرر. كتقولوا ماشي هو اللي في الخبرة، أين وجه الضرر؟ علاش هذا التناقض؟ علاش؟ ثانيا عدد من الأمور ما عندها صلة بالقانون. صرحوا هما وناقشوا الخبرة في الصحافة في ندوة صحفية قبل الجلسة، وكيجي الجلسة كيقول لا راه سرية والناس كتسرب الأخبار. ثم راكم عاقدين ندوة صحفية وماشي غير ندوة بالزوار، لأن الزوار شنو هو؟ هو تغيير الحقيقة بسوء نية. ملي كتكون عندك الخبرة واضحة، الخبرة واضحة، ثم كديروا الندوة الصحفية وكتكذبوها على الرأي العام، كتكذبوا على الرأي العام. الخبرة داروا الخاتمة، خليهم خبرة واضحة، هما كيكذبوا خبراء في الكذب، هو الضحك على الرأي العام، الغرض تاعهم هو الزوال على الرأي العام. ها الخبرة اش كتقول؟ اش كيقول؟ أمثلة ملحوظة، أمثلة لتحليل أشرطة المصادقة قبضت لفيديوهات مفبركة. لما داروا الخبرة وكملوا داروا التقرير بأن الخبرة صحيحة، بعد التوقيع قالوا نعطيكم أمثلة لفيديوهات مفبركة. جابوا واحد الفيديو واحد الشارع في الشارع العمومي، موتور كار، واحد السيد واقف وكيقول لهم هانتوما شوفوا هذه الصفحات هذه، اسمع اقرا، امثله لتحليل المصادقه بصوت برنامج لفيديوهات مفبركه، هادو مفبركين. عطاهم امثله، واش ما فهموش ولا ما قدوش يفهموا ولا ما بغاوش يفهموا؟ هذون ما عندهم مصلحه في الفهم، بل فاهمين، ولكن الغرض هو تغليط الراي العام. اش كيقول الراي العام؟ هانتوما شوفوا مكن اللوغاريتم كذا ما يدل على حدود تغيير موضعي، مونتاج، ها المونتاج، ولكن فاش هذا المونتاج؟ ماشي في الخبره تاع الفيديوهات. قالوا لهم هانتوما عطيناكم امثله للصور ما عندها صله ب 120، صور الشارع العام مفبركه، هاي وحده جوج ثلاثه اربعه، وهاد التقنيه كيفاش نقبطوها باش يوضحوا لهم؟ للاسف ما فهموش، بل ما بغاوش يفهموا، وتعمدوا يخليوا الرأي العام ضحية، إنهم عارفين من اللي بدأوا هذه المحاكمة منذ البداية. أول تقرير داروا ندوة صحفية، فيديو ما كاينش، شوية شوية أصبح كاين، شوية شوية وجهه خداو له وجهه مونطاو له ليكورد، شوية شوية ماشي هو، شوية واحد يشبه له، شوية لا كلها مزورة. المزدات الخبرة هو أنهم داروا ندوة وكذبوا على الرأي العام، قالوا هي محرفة ومزورة. كنقول له اقراها، راه عطاك مثال 62 63 جات بعد التقرير، كملوا داروا واحد هايا ملحق انكس، كملوا الخبره وقعوا داروا واحد الانكس تاع الفيديوهات الصور المزورين، قالوا كيفاش تقبطهم. درنا هذه العمليه تاع الصور القديمه اللي خديناها من فيديوهات صحيحه، كثر ما هكا كيجيو يقول لك اسيدي هاد الخبراء ماشي خبراء، انما اداوش اليمين. ها الاحكام، خبراء بثلاثة اللي عينتهم محكمة جاوا في الغرفة باش يداو اليمين قدامهم هاي القرارات، وحضروا كاين محاضر كاين حكم تاع اليمين. فدافع شيء حقك، تخرج الرأي العام دير خروقات، ايه تكذب على الرأي العام؟ لا. تكذب على الرأي العام؟ لا. تزور الرأي العام؟ لا. دلس على الرأي العام؟ حشوم عليك، حقك الدفاع مقدس، احترموك دافعوا، ولكن بوسائل مشروعة ماشي بالكذب. الخبره كتقول الفيديو صحيحه، هما يقول لك لا راه مزوره، مشاو كما قلت لكم داك الشرح، الخبراء ما دي اليمين لا ما داوش اليمين، فعلاش هذا الكذب؟ علاش؟ واش كتظنوا الكذب هو وسيله للدفاع؟ حشومه على الاقل. دابا كنا نقولوا كاين الضحايا، شكون في البشر، شكون بالنيابه، شكون بالمحكمه، شكون بالضحايا، بالدفاع ديالهم، بعد الناس اخرين بالصحافه وغيرهم. دابا الراي العام كله ضحيه بوعشرين، إن دفاعه أو من يؤازره كيكذب على الرأي العام، كيدير ندوة صحفية الكذب والبهتان، ويدعي ومنهم من يدعي الإسلام. ها هي الصورة هاي، شوفوها، قراوها مزيان، قراوها مزيان. ها هي خبرة حسمت، قالت لهم ما مزور، ما فيه لا تغيير. علاش؟ المحكمة طرحت أربعة أسئلة، واش ديسك دور صحيح؟ واش السيد اللي خارج صحيح؟ والفيديوهات اللي عرضوهم على بو 20 صحاح،
هما هادوك. واش هادوك فيهم شي تغيير زياده نقصان تحريف مونتاج على مستوى الصوت او الصوره؟ اربعه تاع سينا جاوبت عليها بعد الخبره ووقعوا بعد هذا اليمين من طرف الضباط الدرك، وزادوا داروا للناس زعما هادو تعاملوا بحسن نيه، قالوا ما جيوش نشرحوا لكم هاد الامور التقنيه، امثله لتحليل المصادقه بصوت برنامج لفيديوهات موف براكه، كيقولوا هذه راه موف براكه ولكن غنوريك ها انت في كتبان موك في برك. مكن اللوغاريتم من كشف حقلين مختلفين في الفيديو موضوع التحليل وهو يدل على انه كان مونتاج. جا عاوتاني الثانيه تاريخ والساعه مسطرين قالوا دونك كان مونتاج. عاوتاني وبالتالي فانه وجود الاطار الثاني يدل على ان تم القيام بمونتاج. قلت لهم انايا ماشي حشومه تكذبوا على الراي العام، عطيو داكشي اللي كنت تقولوا الراي العام. قال لي واحد فيهم ها انت اقرا مونتاج، قريت غير مونتاج وقرا كامله هذا المونتاج في الصوره المثال، اما الصور والفيديوهات صحيحه اش ما تقولوهاش. دابا تفهموا واش هو ولا ماشي هو. وجا وراه ضرر باش ضرر ملي جات الخبره بانت صورته، ما بقاش ماشي هو، ولات صورته بانت ودابا ضرر ياك ماشي هو. كتقولوا انتم رفعوا السريه باش نشوف شوف شنو انتم دريتو، لان الخبره من تنشرات وبانت صورته اللي ما فيهاش النقاش كشفوا الكذب ديالكم عليهم. الراي العام كنتوا كاذبين عليه، ومني شفنا الصور عرفنا باللي هو وكل شيء حسم فيها. هاو ها الصور ها امثله عشان تكلموا انتم.